أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة، أسكن بالرباط متدينة ولله الحمد، أدرس بالجامعة السنة الثانية ماستر. حضرت قبل أيام درسا للفقه يوم الأحد بأحد المساجد بالرباط، وعند خروجي مع صديقة لي من المسجد وأنا راجع للمنزل منتظر مجيء الحافلة ألقى علي الشاب السلام، فرددت عليه السلام وقال لي بما معناه أنه يود خطبتي، فارتبكت. ثم خطر ببالي واتوا البيوت من أبوابها، قالت له واتوا البيوت من أبوابها، يعني نبغي تجي روح تخطب إن شاء الله تعالى. فكتبت له عنوان منزلنا وطلب مني رقم الهاتف لتحدثني أخته، طلب مني أن أدعو معه ثم انصرف. رجعت إلى المنزل وحدثت أمي بما وقع فقالت لي الله يدير لي فيها الخير، مع أنني أفضل أن لا تفكري في هذا الموضوع إلى أن تنهي دراستك وتتوظفي. الوالدة أشارت عليها أنها لا ينبغي أن تفكر في هذا الموضوع حتى تنهي دراستها، وربي يدير الخير إن شاء الله. في اليوم الموالي اتصلت أخته وسألتني عن طريقة التعرف، فقلت لها أنه لا يمكنني أن أفكر في هذا الموضوع إلى نهاية الموسم الدراسي، فقالت لي لكن يجب على الأقل أن تعرف ظروف بعضكما وهل أنتما تناسب بعضكما حتى ينتظر إلى آخر العام. فقلت لها سأشاور أمي. بعد هذا وفي نفس اليوم بعد بعيد صلاة العصر جاء هذا الشاب وحده إلى منزلنا، لم يكن أبي آنذاك في المنزل، فحدثته أمي في الباب وأخي موجود فأخبرها بقصدي، وفي تلك اللحظة حضر أبي فأخبرته أمي بالقصة، ثم ذهب للمقهى لأن عاملة النظافة كانت تساعد أمي في تنظيف المنزل. تحدث أبي معه وعلم منه اسمه الكامل وأصله وأنه يعمل كذا وأنه يقتل مع والدتي وأخواتي. والدي عندما تحدث معي بالموضوع أخبرني بأن الوضع صعب. يعني الوالد من يتحدث مع السيد اللي اختبار قال لا بنتي مسألة تاع الاقتران ديالك بهذا الشاب صعب. علاش يا سيدي؟ قال أولا خصك يعني أخاف عليك ألا تكملي دراستك إن تزوجتي، كما أن الزواج في هذا الوقت يتطلب العمل من الزوجين لكي يوفر حياة كريمة. إذا العذر ديال الوالد هو أنك خصك تخدمي إن شاء الله تبارك وتعالى باش تعاونوا على الزمان، وأن الرجل وحده لا يستطيع أن يوفر المستوى المادي الذي يعيش به حالي مع والدي، وأخبروني أني إنسانة ضعيفة لا أجد إلا الدراسة والعمل بعد ذلك، أما مهام ربة البيت فهي شاقة بالنسبة لي. والدي لم يرتاح للشاب، والدي ما ارتاحوش للشاب، عندما علم بأنه من كذا وأبي يعني ترسخت في ذي أنه بخيل بأنه قال لي أنه لم يبادر بأداء ثمن القهوة، لما خلصت القهوة يعني قال بخير. عندما علمنا اسمه الكامل بحثت أختي عنه في الفيسبوك، فاكتشفنا أن أختها غير محجبة ومحيطها العائلة غير ملتزمة على عكسه. كنت قد أخذت انطباعا جيدا عن الشخص عندما التقينا في المسجد لأول مرة، وجاء مباشرة إلى المنزل لكن معرفتي لأفراد عائلتي وأن أختها كذا جعلني أحسم الأمر بسرعة ودون أن أفكر ميليا، لأن أختها غير كذا ستكون عمة أولادي. أخبرت أمي بموقفي وأخبرت أبي حتى يخبر الخاطب بأنني سأكمل دراستي. أود أن أشير بأن الضغط كان علي من والدي وأختي المتزوجة بأن أرفض. لا ما عنده مش الضغط عليك، أنت كتقولي باللي أنت قررتي وأختي كيف الآن كتتناقضي. أنت قلتي لهم الموقف نتاعك أنك رافضة الزواج من هذا الأخ، والآن كتقولي باللي الوالدين ديالك يضغطوا علي. لا، لكن الذي جعلني أرفض هو معرفتي بغياب الالتزام فعلا. وبعد أن بحثت في معياري لرفضي في موقع إسلام ويب، مشات الإسلام ويب يعني مشات الإنترنت، وجدت أنه غير مبرر، أي أن رفضها غير مبرر شرعا. المهم هو الخلق والدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها بمدة وجيزة وأنا أتحدث مع صديقتي في الموضوع سألتها هل تعرف عائلة كذا لأن تقتن بنفس الحي الذي يقتن به، فأخبرتني أنه إنسان معقول وعائلته لديه سمعة طبية. ما رأيكم في كل هذا؟ وإن عاود هذا الشخص خطبتي كيف أتصرف؟ ونقولوا لها الأخت هذه، احنا ما قلنا لا أسماء لا ولو، نقولها إن شاء الله تبارك وتعالى أنت أبديتي موقفك برفضك لهذا الشاب نظرا لاعتبارات كثيرة، وخاصة وأن والدك أقنعك بذلك وقال لك خصك تهتمي بالدراسة نتاعك، فاهتمي بالدراسة نتاعك أفضل. لأن لقيت اللي مشيت أنت مثلا الإسلام ويب وبحثتي قلت يا ودي هذه المبررات ديالي اللي اعتمدت عليها في الرفض هي غير منطقيه ولا شرعيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايوا اذا جاءكم ترضون دينا وخلقا، وما دام الدين والخلق حاضران خصني نتزوج، وبقيتي تترددين. لا لا ما تردي ما حتى شي حاجه ان شاء الله تبارك وتعالى، والان كتسقسي له انه يعود الى خطبتك كيف سيكون، قليها براسك كامل لان الموقف نتاعك قضيته، والان خصك توجه للدراسه والقيت اللي غادي يولي عندك فلكل حادث حديث، ما تشغليش روحك، هذا شغل لنفسك بامر قد يحدث ولا قد لا يحدث، وما دمتي قد قررتي ما خصكش تردي. انا يعجبني الانسان حينما يقرر يمشي للعمل ديالو. الان واش موقع لك انت؟
ارتجاج وتردد، ما تمشي المدرسه، ما غادي يجي يخطبك. بلغت السيد بلي ما غاديش يتزوج، صافي. قلت له صافي، السلام عليكم، وانت الله يجيب لك ما احسن، والله يجيب له ما احسن. صافي هذا الشيء اللي كان.